لو الحكاية فيها إن فيتو ساعة تجديد. أنا بدي حسي المتعلق بالوثائق والأفكار والتاريخ ويحدث سواء في المسرح وله إسهامات كثيرة في دروب الأدب المختلفة. لكن بقيت ال 500 ساعة فين؟ يعني أنت حضرتك قلت إنه في كلام قد يباح نشره أو يباح نشره، وفي أشياء قد لا يباح نشرها لأنه الأستاذ تبسط فيها. أنا شايف إنه في الآداب الغربية مثلا حتى الأشياء التي يتبسط فيها تصل إلى القارئ أيضا، لأنها أصبحت ملك للتاريخ وليست ملك حتى لمن قالها، لأنها خرجت منه وليست ملك لك أنت شخصيا، لأنها المفروض طالما أعلنت عنها أصبحت ومن المفروض أن تكون ملك الجميع. أنا أريد أن تلقي الضوء عن هذه الجزئية وعن ما تبقى من هذه التسجيلات ولماذا لم تنشر إلى الآن. شكرا.